السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة صانع السعادة، قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب. اليوم يوم جديد وعرض جديد وعروض بندا الأسبوعية. النهاردة إحنا معاكم من عروض بندا. عروض بندا الأسبوع ده عروض قوية جدا، عروض أكثر من نصف السعر، وعروض كتيرة جدا نازلة على منتجات كتيرة أكثر من نصف السعر. ولكن كده نبدأ في البداية مع بعضينا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، وكمان الذكر اللي احنا بنقوله دايما في كل فيديوهاتنا. والنهاردة هنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أتمنى الناس كلها تقول معنا الذكر ونصلي على سيدنا محمد ونشترك بقى في القناة، ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة، وتابعوا معنا الفيديو الاخر. الاسبوع ده يا جماعة عروض قوية جدا في بندا، عروض كتيرة قوية جدا في بندا. هوريكم العروض، عروض حلوة جدا في منتجات كتيرة جدا، بتبدأ من 1.95 ريال هلالة على البصل الاحمر. البصل الاحمر بيبدأ الكيلو ب1.95 ريال هلالة، وعروض كتيرة جدا في بندا. يلا بقى بينا نشوف العروض القوية في بندا هذا الأسبوع. أقوى عروض بندا هذا الأسبوع عرض على البصل الأحمر. البصل الأحمر الكيلو ب95 ريال، ريال 95 هللة كيلو البصل الأحمر المحلي. كل فروع بندا وهايبر بندا عروض قوية جدا هذا الأسبوع. من اقوى عروض بندا هذا الاسبوع على التوم، الربطة باتنين ونص ريال، ربطة التوم الصيني 250 جرام او 300 جرام. من اقوى عروض بندا هذا الاسبوع عرض على الرمان المصري. الرمان المصري الكيلو نازل ب3.5 بدلا من 6 ريال، 3.5 ريال بدلا من 6 ريال. عروض بندا هذا الاسبوع. وعروض بندا هذا الاسبوع عرض على برتقالة بصرة ب3.95 ريال، 3.95 ريال برتقال ابو صرة جنوب افريقيا. كمان في عرض على البطيخ المدور، بطيخ سعودي نازل الكيلو ب2.95 ريال، 2.95 ريال بطيخ مدور الكيلو، 2.95 ريال. من اقوى عروض بند هذا الاسبوع عروض الطحين. الطحين اللي هو المطاحن الاولى مكتوب عليه سوبر فاخر، الخمس حبات ب5 ريال، يعني الكيلو بريال، يعني الواحد كيلو بريال، 5 كيلو ب5 ريال بدلا من 12.5، يعني اكثر من نصف السعر. عرض اكثر من نصف السعر من اقوى العروض الموجودة في بند هذا الاسبوع. عروض بندا القوية جدا عروض ال95 هللة، عروض ال95 هللة ماء الورد. ماء الورد جواد متنوع كل الانواع، الحبة الواحدة 330 ملي، نازل الحبة ب95 هللة اقل من ريال، 95 هللة على ماء الورد جواد، الواحدة 330 ملي، نازلة من 2 ريال ل95 هللة. كمان عرض قوي جدا والكمية محدودة لكل متسوق، 2 حبة فقط. عرض على الارز المصري اللي هو الصنويط، اللي هو العشرة كيلو نازل ب55 ريال، 55 ريال بدلا من 83 ريال، يعني توفير 28 ريال. ده اللي هو العشرة كيلو، يعني لو حسبتها كده بالخمسة، لو انت بتجيب الخمسة كيلو محسوبة كده ب27.5 ريال. فده من اقوى العروض لو انت محتاج ارز مصري، ما يفوتكش هذا الاسبوع ارز الصنويط المصري وكميات كبيره زي ما احنا شايفين اهو. احنا في اول يوم في العرض، الناس اللي عايزه العروض القويه تروح في بدايه الاسبوع هتلاقوا العروض كلها موجوده. كمان عرض قوي جدا على التونه، تونه بلمز من الانواع الحلوه جدا، 170 جرام في زيت دوار الشمس، نازل 2+2 مجانا، عرض نصف السعر. الاربع حبات نازلين من 30 ريال ل14.95 ريال، من 30 ريال نازلين 15 ريال، وده عرض نصف السعر من اقوى العروض الموجودة في بندا هذا الاسبوع. هتلاقي تونة هنا برضو نازل الاثنين من 15 ل12 ريال، اللي هي 185 جرام في زيت دوار الشمس، ولكن بلمز من الانواع الحلوة جدا،
ونازل العرض نصف السعر من 30 ل 15. الاربع حبات الواحده 170 جرام. كمان من اقوى عروض الاسبوع هنا عروض نصف السعر يا جماعه، عرض على شاي باجا، شاي احمر اللي هو الميت فتله، شاي احمر الميت فتله نازل 1+1 من 28، نازل 14 ريال، يعني كده حاسب لك الحبه الواحده ب7 ريال، وده من اقوى العروض اللي هي عروض نصف السعر القويه جدا اللي نازله في بندا هذا الاسبوع. شاي ميت فتله، شاي احمر، الاثنين ب14 ريال. عروض بندا يا جماعه عروض قويه جدا، من فتره ما شفناش العروض دي. عرض كمان على النيوتيلا، الناس اللي بتعمل سندوتشات للمدرسه في الصبح للاولاد، في عرض هنا على كريمه البندق والكاكاو اللي هي باسم بندا 350 جرام، نازله 8.95 ريال هلله بدلا من 19 ريال او بدلا من 18.95 ريال هلله. ال 300 برضه نفس السعر، نازله برضه ب 9 ريال، فالافضل تاخد ال 350 50 جرام زياده، ونازله عرض قوي جدا على كريمه البندق اللي هي باسم باندا 350 جرام او 300 جرام، نازله من 19 ريال ل 9 ريال. من اقوى عروض باندا هذا الاسبوع عرض مهم جدا، عرض العوده الى المدرسه، الكورن فليكس حبوب الافطار اللي هو الاخضر اللي قدامنا ده، الحبة الواحدة 450 جرام، نازل 1+1، الاتنين نازلين من 54 ريال إلى 27 ريال، أو من 53 ريال و90 هللة، نازل 26 ريال و95 هللة، عرض قوي جدا جدا جدا، ما يفوتكش هذا العرض، من العروض اللي نازلة نصف السعر في بندا هذا الأسبوع. من اقوى عروض بندا هذا الاسبوع عروض العوده الى المدرسه، عروض قويه جدا، عرض على العسل برضو، عسل بندا اللي هو 350 جرام نصف السعر، نصف السعر، نازل من 25 ل 12 ريال 45 هلله، عسل طبيعي بندا 350 جرام مع جوه ده غطا، نازل نصف السعر. هنا طبعا الاطفال بيحبوا العسل طبعا، وده ممكن تكون وجبه حلوه جدا في الفطار، فنازل عرض حلو جدا على العسل باسم باندا 350 جرام من 25 نازل 12.5. كمان في عرض على عسل تاني هنا هو نصف السعر برضو، عسل طبيعي اللي هو دريم هاوس نص كيلو، نص كيلو نازل من 48 ل 24، من 48 ل 24 ريال. كمان في عسل نحل طبيعي اللي هو نص كيلو المراعي، نازل من 40 ل 21 ريال. عروض حلوه جدا في العسل، عروض نصف السعر. من اقوى عروض بند عرض قوي جدا جدا جدا، عرض في الزيوت، زيت نور اللي هو دوار شمس. شايفين العبوه اللي قدامنا دي 2 في لتر ونص، يعني الحبتين نازلين ب 22.5، يعني الواحده ب 11.25، يعني السعر ده ما نزلش من فتره طويله، عرض حلو جدا، لان النوع ده من الزيوت نوع حلو جدا وسعره ما بينزلش كده يعني. فالعرض ده من اقوى العروض اللي موجوده في بندا هذا الاسبوع، لو انت محتاج زيوت عرض ما يفوتكش، زيت نور اللي هو دوار شمس 2 في لتر ونص، وكميات كبيره موجوده في بندا، نازل من 49 اكثر من نصف سعره، من 49 نازل 22.5. من اقوى عروض باندا عروض نصف السعر 1+1 مجانا، جبنه بالقشطه مربعات اللي هي المراعي 1+1 مجانا، الاثنين علبه، الواحده فيها 24 مكعب، الواحده 432 جرام، نازله من 88 ل 44 ريال، من 88 ل 44 ريال. من اقوى عروض باندا هذا الاسبوع عروض نصف السعر جبنه بالقشطه المراعي، مكعبات جبنه بالقشطه 44 بدلا من 88، 1+1 مجانا. من اقوى عروض بند هذا الاسبوع عرض على زبده غير مملحه نادك 1 كيلو، 1 كيلو نازله من 47 ل 25 ريال، شبيهه زبده غير مملحه نادك 1 كيلو، نازله من 46 95 هلله ل 25 ريال، يعني توفير 22 ريال، وده عرض قوي جدا. من اقوى عروض باندا هذا الاسبوع عرض على كريمه او خليط كريمه الخفق
خليط كريمة الخفق نازل عرض نصف السعر. العلبة دي فيها 5 أظرف، الواحدة 140 جرام، 5 أظرف الواحدة كام؟ 140 جرام، أو هي كلها 140 جرام. نازل 1+1 بكام؟ بدلا من 30.5 نازلة 15.25، عروض نص السعر. ده خليط كريمة الخفق اللي هي المراعم، من أقوى عروض نصف السعر في بند هذا الأسبوع. كمان في عرض هنا على البهارات، بهارات الوليمة، بهارات الوليمة اللي هي 300 جرام بكل أنواعها، نازل 1+1 17.5 بدلا من 36 ريال. في كم نوع منها؟ في اللي هي خلطة المندي، في خلطة البخاري، في خلطة الكبسة، خلطة الكبسة والبرياني والمندي والبخاري، دي طبعا ايه بهارات او خلطات الوليمة اللي هي 300 جرام، نازلة من عروض نصف السعر 1+1 مجانا، الاتنين 17.5 بدلا من 36. كمان من اقوى عروض بند هذا الاسبوع عروض قوية جدا على الحليب، في عرض على حليب ندى اللي هو الكرتون فيه 18 حبة، الحبة الواحدة 115 ملي، نازل 1+1 مجانا، يعني نازل الاتنين كرتون ب22.5، 22.5 يعني الواحدة الكرتونة الواحدة ب11.25، عروض قوية جدا في بند يا جماعة، عروض نصف السعر، عروض 1+1 مجانا. من اقوى عروض بند هذا الاسبوع عرض على الزيوت، الزيوت اللي هو الحجم العائلي الكبير، في عندك عرض هنا على زيت دوار شمس اللي هو باسم شمس، نازل من 120 ل 85 ريال، 85 ريال بدل 120 ريال اللي هو زيت دوار شمس شركة شمس. في كمان هنا عرض على زيت عافية، زيت عافية اللي هو درة 9 لتر برضه، نازل من 120 ل 90 ريال، او 89 ريال 95 هلله، عروض قوية في الزيوت. كمان من اقوى عروض باندا في الزيوت عرض برضو هنا في الزيوت اللي هي الحجم الكبير العائلية، في هنا عرض على زيت نور اللي هو زيت الذرة 9 لتر نازل من 140 ل 85 ريال، من 140 نازل 85 ريال، وده عرض حلو جدا. كمان في زيت صني، ده زيت نباتي، زيت نباتي نازل من 120 ل 9 لتر برضو ل 75 ريال، عروض الزيوت يا جماعة نازلة، عروض حلوة جدا في بند هذا الاسبوع. كمان من اقوى عروض بند هذا الاسبوع عرض على زيت نباتي اللي هو دلال اللي هي البلاستيكية دي، 1.5 لتر زيت نباتي، نازل 1+1 من 40 ريال نازل 15 ريال، يعني الواحدة كده ب7.5، 1+1 ب15 بدلا من 40، عرض اكثر من نصف السعر. عروض المكرونة في بندا، في مكرونة رنا، مكرونة رنا نازل ال4 حبات، مكرونة رنا نازل ال4 حبات ب10 ريال بدلا من 24 ريال، 2+2 مجانا، 1 و400 جرام، ال4 حبات 10 ريال كل الانواع، والكيس 400 جرام بدلا من 24 نازل 10 ريال، عرض اكثر من نصف السعر. عروض المكرونه القويه في بند هذا الاسبوع. عروض الحمص في بند، في حمص الجميل اللي هو 560 جرام، الحبه الواحده نازله ب 6 ريال بدلا من 7 ريال. كمان هنا في حمص اطلس، الحبه الواحده 540 جرام، الاثنين حبه نازلين 10 ريال بدلا من 13 ريال. كمان في حمص اطلس، حمص اطلس الاول ده حمص الطائي، حمص الطائي 540 جرام نازل 2 حبة 10 ريال بدلا من 13. بعدين في كمان حمص اطلس نازل 1+1 مجانا، 580 جرام نازل 7.5 بدلا من 15 ريال. حمص اطلس نازل عرض حلو جدا، 1+1 7.5 بدلا من 15 ريال، الحبة الواحدة 580 جرام، ده عروض الحمص اللي هو المعلب. كمان هنا في عرض على مسحوق العصير او العصائر، مسحوق عصائر اللي هو التانج اللي هو 375 جرام، عصائر مجففة
375 جرام اللي هو الكيس نازل ب 10 ريال بدلا من كام؟ بدلا من 16 ريال، 10 ريال بدلا من 16 ريال. متنوع يعني كل الانواع، في الليمون وفي المانجا وفي البرتقال، يعني متنوع. 375 جرام نازل 10 ريال بدلا من 16 ريال. عروض المشروبات في باندا، هنشوف هنا مشروب الكاكاو، كاكاو باسم باندا 125 جرام نازل من 13 ل 10 ريال، من 13 ل 10 ريال. عروض ال 10 ريال في باندا كاكاو، باندا العلب 125 جرام نازله ب 10 بدلا من 13. كمان من اقوى عروض باندا هذا الاسبوع عرض على حليب مجفف اللي هو كامل الدسم المراعي، 2 كيلو وربع، 2 كيلو وربع نازل من 86، من 86 نازل 60 ريال، يعني توفير 26 ريال. حليب مجفف كامل الدسم المراعي 2 كيلو وربع 60 ريال بدلا من 86 ريال. كمان من اقوى عروض باندا هذا الاسبوع عرض على حليب المراعي، حليب المراعي نازل ب 47 بدلا من كام؟ بدلا من 60، 47 الكرتون نازل ب 47 ريال، وده من اقوى عروض باندا هذا الاسبوع. الكرتون طبعا فيه 12 لتر نازل ب 47 او 46 ريال 95 هللة، وده من العروض القوية جدا في باندا هذا الاسبوع. من اقوى عروض باندا هذا الاسبوع عرض على الدجاج المجمد، دجاج سادية اللي هو الكرتون في 10، الحبة الواحدة 1100، 1100 نازل من 191 ل 149 ريال. الكرتون، الكرتون نازل من 191 ل 149 ريال. الكرتون في 10، الحبة 1100 جرام. من اقوى عروض باندا كمان هذا الاسبوع عرض على صدور الدجاج، صدور دجاج باندا اللي هي المجمدة، ال 2 كيلو نازل من 62.5 ل 35 ريال، يعني توفير 27 ريال ونص. ال 2 كيلو ب 35 ريال، صدور دجاج مجمدة باسم باندا، باسم باندا. كمان في عرض حلو جدا على صدور الدجاج اللي هي ميديا، دي كيلو حجم الكيس كيلو، ناس برضو واخده منها، هو نازله ب 16 ريال 95 هلله بدلا من 30 ريال، 16 ريال 95 هلله. صدور ميديا 1 كيلو 17 ريال بدلا من 30 ريال. كمان هنا برضو عرض على صدور الدجاج، زي ما احنا شايفين كميات كبيره جدا موجوده، صدور الدجاج اللي هي ال 2 كيلو، صدور دجاج باندا نازله من 62.5 ل 34 ريال 95 هلله، توفير 27 ريال 55 هلله. برضو من اقوى العروض في باندا عرض على صدور ساديه، صدور ساديه اللي هي 1 كيلو نازل العرض من 28 ل 18 ريال 95 هلله، يعني توفير 9 ريال. عرض على صدور دجاج ساديه اللي هي 1 كيلو ب 19 ريال. عروض الرنجة زي كل اسبوع، رنجة زينة مصري، سمك رنجة مدخن زينة مصري، ال 250 جرام اللي هو ربع كيلو نازل من 14 وربع ل 10 ريال 95 هللة، 10 ريال 95 هللة اللي هو ربع كيلو. عروض زيت الزيتون في باندا، في عروض قوية جدا، في عرض هنا على زيت زيتون بكر ممتاز اللي هو عافية، عافية بكر ممتاز، ده نازل من 39.5 اللي هو 500 مللي ل 30 ريال، من الانواع الحلوه جدا. كمان في عرض على المراعي، المراعي اللي هو 500 مللي نازل من 36 ل 30 ريال، من 36 ل 30 ريال. كمان من عروض زيت الزيتون في عرض على زيت زيتون الباشا 500 مللي، ولكن الباشا ده خليط من زيت الزيتون ومتبقي الزيتون، يعني خليط من زيت الزيتون، ده نازل من 25 ل 15 ريال اللي هو 500 مللي. كمان برضو في عروض كتيره جدا في زيت الزيتون، في رحمه، رحمه ده زيت بكر ممتاز عضوي، والانواع اللي هي العضوي دي بتكون اسعارها غاليه، الواحد لتر نازل من 80، من ده ال 2 لتر اللي نازل، ال 2 لتر نازل من 145 ل 100 ريال، يعني توفير 45 ريال. كمان في زيت زيتون بكر ممتاز مكتوب عليه اكسترا 4 لتر، 4 لتر نازل من 230 ل 170،
كمان في زيت زيتون بكر ممتاز اللي هو الوطنيه، الوطنيه 2 لتر نازل من 105 ل 75 ريال، وفي الوطنيه اللي هو 1 لتر نازل من 55 ل 40 ريال. في كمان هنا رحمه، رحمه طبعا من الانواع الحلوه جدا برضو، نازل زيت زيتون بكر ممتاز اللي هو رحمه اللي هو 1 لتر نازل من 70 ل 50 ريال، 70 ل 50 ريال. دي عروض زيت الزيتون. في كمان هنا زيت زيتون عضوي اللي هو الوطنية 250 ميلي نازل من 17 ل 12 ريال. عروض زيت الزيتون في بند هذا الأسبوع. من عروض الزيوت في بند زيت زيتون للطبخ، زيت زيتون للطبخ ده في نوع واحد فقط هنا اللي هو نور، لتر ونص نازل من 48 ل 33 ريال. زيت زيتون ده للطبخ اللي هو نور ده، ده لتر ونص يا جماعة، ده نازل من 48 ل 33 ريال. عروض زيوت الذرة، هنشوف كده عروض زيوت الذرة، الناس اللي بتشتري زيت الذرة. في زيت الذرة اللي هو عافية، هتلاقوا زيت الذرة عافية ده اللي هو الاستيكر البنفسجي ده، ده خليط من دوار الشمس والكانولا وزيت الذرة، لتر ونص نازل من كامل الاتنين حبة، نازلين من 60 ل 32 ريال، يعني يعتبر نصف السعر. كمان من عروض زيوت الذرة في زيت ذرة نور، زيت ذرة نور عبوة فيها اتنين، الاتنين دول الواحدة لتر ونص، نازل العبوة من 63 ل 28 ريال، أكثر بنصف السعر، أكثر بنصف السعر. يعني هنا بند عاملة عروض كتيرة جدا أكثر بنصف السعر. في كمان هنا على زيت الذرة اللي هو عافية اللي هو 9 لتر الحجم الكبير، نازل من 120 ل 90 ريال، من 120 ل 90 ريال اللي هو عافية. في كمان زيت الذرة اللي هو نور 9 لتر برضه نفس الحجم، ولكن ده شركة نور، نازل من 140 ل 85 ريال، يعني ده سعره أقل من عافية ب 5 ريال. كمان هنشوف برضه عروض زيت الذرة. يبقى كده شفنا عروض زيت الذرة، شفنا نور وشفنا عافية وشفنا ايه تاني، ليزا برضو ده زيت ذرة ولكن مش نازل عرض، مش نازل عرض. دي عروض زيت الذرة اللي نازلة في بند هذا الاسبوع. عروض الزيوت، هنشوف عروض زيوت اللي هي دوار الشمس. في عبوة قيمة اللي هي نور، اتنين مع بعض في باكت واحد، الواحدة لتر ونص، نازل عرض قوي جدا جدا، نازل من 49 ريال ل 22 ونص الاتنين، يعني الواحدة ب 11 وربع، وده عرض قوي جدا، من فترة ما شفناش زيت نور بينزل الخصم ده. كمان هنا في عرض من زيوت دوار الشمس هنا اسمه صن فلو، صن فلو لتر ونص برضو نازل ب 11 ريال 95 هللة بدلا من 15 ريال. كمان في عرض من عروض زيت دوار الشمس في اللي هو زيت شمس، زيت شمس العبوة العائلية الكبيرة اللي هي 9 لتر نازلة من 120 ل 85 ريال. دي العروض اللي هي نازلة في زيت دوار الشمس. تعالوا بقى نشوف عروض الزيوت اللي هي النباتية. الزيوت النباتية في عرض على زيت صني، زيت صني لتر ونص الاتنين، الاتنين نازلين من 40، الاتنين نازلين من 40 الى 21 ريال، يعني الواحدة ب 11 ريال. كمان في عرض من الزيوت النباتية، في عرض قوي جدا على زيت دلال، زيت نباتي صافي عبوة بلاستيكية لتر ونص، نازل برضو عرض حلو جدا من عروض نصف السعر، بدلا من 40 ريال نازل الاتنين ب 15 ريال، يعني الواحدة ب 7 ريال ونص. كمان في من العروض الزيوت النباتية، عروض الزيوت النباتية في زيت حياة العبوة العائلية اللي هي 2 لتر و700 الحجم الكبير، يعني نازل من 37 ل 19 ريال، يعني توفير كام، توفير 17 ريال. عروض الزيوت النباتية. من عروض الزيوت هنا الحجم الكبير اللي هو ال 2 لتر و900، في هاله زيت نباتي للطبخ نازل من 34 ل 25 نفس السعر. برضو هنا زيت نخيل للطبخ برضو زيت نباتي نازل من 34 ل 25. في كمان هنا عرض على زيت دوار الشمس عافيه، زيت دوار الشمس عافيه طبعا من الانواع الحلوه جدا، نزل من 45 ل 30 ريال اللي هو ال 2 لتر و900. عروض الزيوت اللي هي ال 2 لتر و900، في زيت هاله، زيت نباتي وزيت نخيل، زيت نباتي ب 25 بدلا من 34،
وفي برضو 2 لتر و900 اللي هو زيت دوار شمس عافية، 2 لتر و900 نزل من 45 لـ30 ريال. عروض زيوت الكانولا، في زيت كانولا نور، زيت كانولا نور نازل عرض حلو جدا، نصف السعر، بدلا من 25 نازل 12 ريال 95. هللة، زيت الكانولا اللي هو نور ده 100% زيت نقي كانولا، لتر ونص نازل من 25 لـ13 ريال. وكمان في عرض هنا على زيت شمس، زيت شمس العبوة اللي هي فيها اتنين، الاتنين في لتر ونص، زيت دوار شمس نازل العرض من 46 لـ28 ريال، من 46 نازل الاتنين بـ28 ريال، يعني واحدة بـ14 ريال. عروض السمنة في باندا، عروض السمنة في سمنة المراعي اللي هي 800 جرام نازلة من 57 لـ42 ريال 95. هللة، كمان في عرض على سمنة فارم، سمنة فارم اللي هي 800 جرام برضو نازلة من 55 لـ43 ريال 95. هللة، الفرق بين فارم والمراعي 1 ريال، المراعي 43 وفارم 44، نفس الحجم 800 جرام. عروض السمنة في باندا هذا الأسبوع. عروض المكرونة، ومن أقوى عروض هذا الأسبوع عرض على مكرونة اللي هو البريفيتو، البريفيتو نازل الخمس حبات بـ20 ريال بدلا من 28، وفي أنواع نازلة من 35 لـ20. العرض موحد كل الأنواع، نازل الخمس حبات بـ20 ريال، يعني الحبة الواحدة بـ4 ريال، هو كده حسب لك الحبة الواحدة بـ4 ريال. كمان في من عروض المكرونة هنا في عرض على مكرونة تريفا، مكرونة تريفا اللي هي البنفسجية دي، الكيس كام؟ الكيس 400 جرام نزل 3 حبات 11.5 بدلا من 12 ريال. عروض المكرونة في باندا هذا الأسبوع، عرض قوي جدا على مكرونة اللي هي البريفيتو. عروض الأرز، وأول حاجة هنشوفها عروض الأرز المصري، في عرض على أرز مصري اللي هو جرين فارم اللي عليه أبو الهول والأهرامات ده، البرتقالي نازل من 40 ريال لـ35 ريال 95. هلا اللي هو 5 كيلو. في كمان هنا عرض على أرز حبة طويلة 5 كيلو اللي هو فريشكو، نازل من 37 لـ25 ريال 95. هلا فريشكو. كمان من عروض الأرز المصري في عرض هنا على أرز مصري اللي هو الصنوايت اللي هو 10 كيلو، 10 كيلو نازل من 83 لـ55 ريال. الصنوايت، الصنوايت اللي هو 10 كيلو الحجم الكبير نازل 55 بدلا من 83 ريال. عروض الأرز المصري، عروض أرز بسمتي في بند هذا الأسبوع، في هنا عرض على أرز المضياف، أرز مضياف ده أرز بسمتي أبيض هندي حبة طويلة اللي هو 10 كيلو، نازل عرض حلو جدا، والكل عميل لكل متسوق 2 حبة، نازل من 83 لـ55 ريال، من 83 نازل 55 ريال، اللي هو المضياف 10 كيلو. كمان من عروض الأرز في على 5 كيلو هنا في اللي هو أرز بسمتي أبيض اللي هو جرين فارم ده الأبيض ده، ده 5 كيلو نازل من 50 لـ44 ريال، من 50 نازل 44 ريال. كمان في عرض على أرز أبو كاس اللي هو بشاور عنبر اللي هو البني ده، نازل 5 كيلو من 44 لـ42 ريال، من 44 نازل 42 ريال. كمان في عرض قوي جدا على أرز كريمي هندي اللي هو ميزة 10 كيلو، نازل من 70 لـ55 ريال، 10 كيلو بـ55 بدلا من 70 اللي هو أرز ميزة، ده أرز كريمي هندي حبة طويلة. كمان من عروض الأرز يا جماعة في أرز الطائي، أرز الطائي أرز بسمتي هندي نازل 10 كيلو، من 93 نازل 60 ريال، من 93 نازل 59 ريال 95. هلا، وده عرض برضو حلو جدا، نسبة خصم كبيرة يعني. وكمان من اقوى العروض في باندا هذا الاسبوع عرض على ارز اللي هو تاج محل بنجابي، ارز تاج محل بنجابي لكل عميل برضو 2 حبة، نازل من 95 لـ65، يعني تخفيض 30 ريال،
من 95 نازل 65 ريال اللي هو 10 كيلو، اللي هو تاج محل أرز بسماتي بنجابي. عروض الأرز في باندا اللي هو أرز بسماتي فيه عروض حلوة جدا. من أقوى عروض باندا هذا الأسبوع كمان في عرض هنا قوي جدا، عرض نصف السعر على مايونيز هنا اللي هو 1 لتر، 1 لتر وحبة واحدة موجودة زي ما احنا شايفين. عرض قوي جدا، نازل العرض من 19 ريال ل 9 ريال 95 هللة، من 18.95 هللة ل 9 ريال 95 هللة، يعني يعتبر نصف السعر. مايونيز هنا من اقوى عروض باندا هذا الاسبوع، عرض على مسحوق غسيل جنتو، مسحوق غسيل جنتو اللي هو 2 كيلو وربع، نازل اكثر بنصف السعر، نازل من 32 ل 12 ريال، نازل ب 12 ريال بدلا من 32 ريال. كميات كبيره موجوده في بدايه العروض، اهو النهارده اول يوم في العروض، عروض ما تتفوتش بصراحه. باندا الاسبوع ده عامل عروض حلوه جدا، 12 ريال بدلا من 32 ريال. من اقوى عروض باندا هذا الاسبوع عرض نصف السعر، عرض نصف السعر في سائل غسيل الصحون 1+1 مجانا، نازل العرض على سائل غسيل الصحون اللي هو باسم باندا اللي هو 1 لتر، نازل 1+1 ب 16 بدلا من 32، 16 بدلا من 32، يعني كده الحبه الواحده ب 8 ريال. عروض قوية جدا في باندا، عروض نصف السعر. كمان باندا عاملة عرض قوي جدا على مزير العرق اللي هو اكس، مزير العرق اللي هو اكس ده 150 ملي، نازل من 30 ريال ل 10 ريال 95 هللة، توفير او خصم اكتر من 60%، خصم اكتر من 60%. عروض باندا القوية جدا، من 30 ريال ل 10 ريال 95 هللة، مزيل عرق اللي هو اكس 150 ملي.